معركة القادسية. من يمارس؟ عسكر عمر بن الخطاب خارج المدينة يريد الغزو، فاجتمع إليه الناس، ولكن أشار عليه عبد الرحمن بن عوف بعدم الخروج، ونصحه بأن يولي على الجيش سعد بن أبي وقاص، فبعث إليه عمر وولاه قيادة الجيش في العراق، وسيره في 4000 مقاتل، وأرسل إلى المثنى لكي ينضم إليه. ترك المثنى لسعد وصية من قائد مجرب خبر المعارك ضد الفرس لكي يستفيد من تجاربه أيضا، لأن المثنى قد توفي قبل وصول سعد على إثر جراحاته البليغة. واجتمع لسعد في القادسية 30,000 مقاتل. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قدر حجم المعركة وعرف أنها بحاجة إلى المزيد من الحشد، فأمر بالسماح لأهل الردة الذين تابوا بالمشاركة في هذه المعركة وقد منعوا من قبل في المشاركة في الفتوحات. وقد فجر عدد جيش المسلمين بأكثر من 30,000 وجيش الفرس بأكثر من 120,000 ما عدا أتباعهم. وكانت المعركة في 4 أيام، واليوم الأول يوم أرناف، وأقام سعد في القصر وأمامه الجيش على مصافه عليه قادته، وكان سعد قد أصيب بالدمل فلا يستطيع القعود ولا الركوب، وهو على صدره تحته وسادة يلقي بالرقاع فيها أمره ونهيه، يبلغها ذلك إلى خالد ابن عرفة، وبدأت المعركة باختطاف عدد من جنود الفرس وقتلهم. ثم كبر سعد وتلاحم الجيشان وتقدم نحو بجيلة 16 فيلا، فنفرت خيلهم وكادوا أن يهلكوا بمن معهم، فأرسل سعد إلى بني أسد أن ساعدوا بجيلة، فخرج قليحة وقوم من بني أسد في كتائبهم إلى الفيلة فردوها، وإن على كل فيل 20 رجلا. ولما رأى ذو الحاجب وقوف أسد كثف الهجوم عليهم، نادى سعد عاصم بن عمرو وقال له اكفني شر الفيلة، فأمر عاصم رجاله أن يستدبروا الفيلة ويقطعوا السيور التي تحمل التوابيت ثم ليرموا من فوقها، ففعلوا وحسرت الفيلة وقتل من عليها من الجن. ثم تحاجز الناس في الليل وأصيب من قبيلة أسد 500، وكانوا هم الدريء للمسلمين في هذا اليوم حيث تلقوا الصدمة الأولى عن غيرهم. كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبيدة قائد الجيوش في الشام بأن يرسل مددا من الشام إلى العراق لإغاثة جيش سعد بن أبي وقاص في مواجهة الفرس في العراق، فأرسل أبو عبيدة 6,000 مقاتل، وعلى مقدمتهم ورأسهم القعقاع بن عمرو التميمي. وكان معهم هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، وهو ابن أخيه لسعد بن أبي وقاص. وقد سمي ذلك اليوم بيوم أغواث لأنه جاء فيه الغوث من الشام، وكان في ذلك غوث شديد للمسلمين، وكان النصر حليفهم. وأخذ جيش القعقاع بالتوجه نحو العراق لإغاثة جيش سعد بن أبي وقاص استجابة لأمر أمير المؤمنين عمر. وعندما وصل القعقاع بالمدد على أرض المعركة في العراق نظر إلى المعركة من بعد، وكان القتال محتدما بين جيش سعد بن أبي وقاص وجيش الفرس على أشده. وكأن الموت يحلق فوق الرؤوس ويختطف الأرواح، فكان الدخول في المعركة ودخول في حقيقته دخول في وسط الموت، فتطلب الأمر إلى اللجوء إلى الحرب النفسية،
وعمد القعقاع إلى أسلوب تكتيكي رائع قبل دخوله في المعركة، وأخذ شكلا من أشكال الفن العسكري في المعارك، حيث قسم القعقاع جيشه إلى 10 وعهد إليهم أن يتوافدوا إلى أرض المعركة كل 10 على 1، وألا تتحرك المجموعة الأخرى حتى تصل الأولى. فارتفعت أصوات الجيش بالتكبير عندما رأوا المدد من كل حد وصوت، وانهارت معنويات جيش الفرس لأنهم رأوا جيوش المسلمين تتوافد من كل مكان. وظهر النصر في يوم أغواث للمسلمين بفضل الله عز وجل، ومن ثم بفضل خطة القعقاع بن عمرو التي كانت لها الدور الأكبر في إرجاع كفة المعركة لصالح المسلمين. واستمر القتال بين الفريقين حتى منتصف الليل، وكانت ليلة أغواث تسمى ليلة السواد، ورجع الجيشان إلى مواقعهم. وبدأ اليوم الثالث من معركة القادسية، يوم حماس، واليوم الرابع يوم القادسية. وبدأ يوم المسلمين بدفن الشهداء بأمر من سعد بن أبي وقاص. وبدأ القتال بين الجيشين. مرة أخرى في المعركة بعد أن قام الفرس بتجهيزها، فسأل سعد عن مناطق ضعف الفيلة، وعرف أن مناطق ضعفها هي العينين والجفون. فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن اكفياني الفيل الأبيض والفيل الأجرب. أرسل إلى قبيلة أسد وقال لهما أكفيان الفيل الأجرب، ونجحا في المهمتان، فقتل الفيل الأبيض وأصيب الفيل الأجرب. وكان صياح الفيلة عال جدا، وهرب الفيل الأجرب وقفز في نهر العتيق، وهربت وراءه باقي الفيلة من الأرض، ودهست في طريقها عددا من جنود الفرس. ولما خلت أرض المعركة من الفيلة، انفرد المسلمون بالفرس واقتتلوا قتالا شديدا، واستمر القتال طوال الليل، وكان هذا عكس باقي الأيام. ومن شدة مهارة المسلمين وتفوقهم في القتال في الليل، شبههم الفرس بالأشباح، وانقطعت أخبار الجيشين عن سعد ورستم. وكان سعد متلهفا بمعرفة أخبار المسلمين والحرص على سلامتهم، وظل طوال الليل يصلي ويدعو حتى الصباح. وكانت الجيوش منهمكة من المعركة، فنادى القعقاع في الجيش أن النصر سيكون بعد ساعة. وكان القتال كله في أرض جيش الفرس، والمسلمون أمامهم يضغطون عليهم، والنهر من خلفهم. فقرر القعقاع استغلال الفرصة، ووضع خطة حتى ينهي المعركة، وهي أن يأخذ كتيبة من جيش المسلمين ويخترق بها قلب الجيش الفارسي حتى يصل إلى الرأس الأفعى رستم. وفي نفس الوقت يعزل الميمن والميسر عن قلب الجيش، ويقطع أي اتصال بينهم. وبدأت العملية الاستشهادية بقيادة القعقاع، وانطلق القعقاع ومعه 3000 مقاتل في مواجهة القلب الذي كان عدده يصل إلى 20,000. ومن فضل الله وترتيبه لجنده، كانت صفوف الفرس وراء بعضها، وبدأ الانهيار بشكل تدريجي في جنود الفرس أمام القعقاع وضرب المسلمين. كانت تضغط على الميمنة والميسر للفرس لكي يمنعوهم من محاوطة القعقاع في القلب، ولا يتمكنوا من الالتفاف على الجيش. وحين رأى رستم منظر المسلمين وهم يقتربون من خيمته، ركض وألقى بنفسه في النهر. فجاء الهلال بن علقمة ووجده في النهر، فلحق به هلال وضربه على رأسه وقتله، وصرخ صرخته الشهيرة: قتلت رستم ورب الكعبة. ولما رأى القائد خطورة الموقف، أمر من بقي من جيش الفرس بالانسحاب في اتجاه النهر، ولا يعلم أنه بهذا القرار قد وقع في الفخ، فلحق بهم المسلمون بالرماح.
وقتلوا منهم الآلاف في النهر. وأرسل سعد بن أبي وقاص بفرقة فاستطاعوا قتله، وانتهت المعركة بعد 4 أيام وثلاث ليال، قدم المسلمون فيها 8500 شهيد، في حين أن الفرس قد خسروا 40,000 قتيل. وترتب على انتصار المسلمين في القادسية نتائج غيرت مجرى التاريخ والعسكرية في المنطقة، ويفتح أمام الدعوة الإسلامية في العراق، ويكون الانهيار الفعلي للفرس أمام المسلمين والإسلام. ولك أيضا أن تتخيل كم التعب والجهد الذي بذلوه حتى يوصلوا لنا دعوة الإسلام.